بسم الله. اليوم جوج 6/2024، المكان عين بن صميم بمنطقة إفران الأطلس المتوسط. هذه عين بن صميم، المياه كتجري من هنا ومن هناك. عين بن صميم الآن نحن دائما بصدد الدراسة مشروع مائي ضخم من وادي المخازن إلى وادي الذهب، ومن وادي زيز إلى وادي زع، ومن الحسيمة إلى العرائش. هذا الدرس 57، الدرس رقم 57 من عند هذه المنطقة عين بن صميم، منطقة إفران. مثل هذه العيون هنا وفي أماكن أخرى موجودة، ولكن المشكل فين كاين؟ وهو أن هذه المياه دابا الآن في الصيف هي كتستغل ومفيدة، كيستغلوا فيه الفلاحة، ولكن في الوقت الماء، في الوقت الأمطار، في الوقت اللي تكون الأمطار كثيرة، كيكون الماء كثير في هذه العين والأكثرية كيضيع. علاش كيضيع؟ هذا الشيء علاش كثر. هنا راجعوا الدرس العاشر عند مدينة شفشاون، راجعوا الدرس العاشر بمدينة شفشاون، والدرس رقم 25 عند واد وريكا، وتبين لكم ماذا اقترحت مثل هذه عند مثل هذه العيون. هنا اقترحت ان تكون خزانة ضخمة عند هذه المنابع المتدفقة دائما لتخزين المياه في وقت الفائض. انا كما اقترحت عليكم في الدرس رقم 10 عند مدينة شفشاون، والدرس رقم 25 عند واد وريكا، فين ما كتكون منابع المياه تتدفق بشكل دائم، نستغلوا وقت الامطار ملي كيكون الفائض ما كيستافدوش من الفلاحه، باش تكون خزانات مائيه ضخمه عند هذه المنابع. لماذا؟ لحفظها ولخزنها الى وقت الحاجه. هذا الدرس رقم 57 من هذه المنطقة عين بن صميم، منطقة أفران الأطلس المتوسط. إلى موضوع آخر من الدراسة وإلى منظر آخر من المناظر، أستودعكم الله وإلى اللقاء. السلام عليكم.